كنشكر كاع الجمهور اللي مشاهدني هيبا بريس، كنشكرو بزاف وكنشكرهم بزاف على المسانده ديالهم ليا ووقوفهم بجنبي، وكنشكر مدينه فاس كامله اللي وقفت معايا في هذا الحفل وعاونوني وشكرا للجمهور كامل، كنشكرهم بزاف. فرحانه بزاف لحقاش حضر معايا ناس وحبابي وصحابي وكاع الفنانه ديال مدينه فاس. لا مشاتش لا ما خلاش يحضر، لحقاش نهار قال لي بغيت نسمي عبد القدوس، قلت له مرحبا بغيتي تسمي ولدك يعني اجي حضر الذبيحه وذبح لي ولدك وسمي عبد القدوس. صافي تسميته ما جاش، دازت سيمانه خليت السيمانه الجايه حتى السيمانه اللي موراها وذبحت له انا وسميت ولدي، سميت انا الاب ديالي حسن. لا مازال كنجمع شي اوراق ابخي عاد نتصل به باش ندخلوه. كيقول لك موافق ما عرفتش ما كون ضروري يسجل الابن ديالو في حاله مدنيه. سند لي الاستاذ كمال الابي، كنشكرو بزاف على المجهودات ديالو، كنشكر وقف معايا بزاف وعاونني في هذه الحفله الحقيقه ديالي باش دوز بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. وكان جا مرحبا به بيان سور، اي وحده كتمنى يكون مع الزوج ديالها يحضر العقيقه ديال الابن ديالهم. ما عندي ما ندير داكشي ديال الله، الحمد لله نكمل حياتي بلا به الحمد لله. مازال ما كاينش اجراء ديال الطلاق حاليا، مازال ما كاين لا طلاق لا شي حاجه. حنا وليدي، حنا با، حنا انا ماما وهذا بابا، انا كل شيء ما كاينش نقص الحمد لله، لا من الناحيه ديالنا حنا ولا من ناحيه الام ديالو. يعني انسان هو ما قلبش ما جاش، نعم عرضت عليه وقالت له مرحبا وبيك ومرحبا بالاهل ديالك واللي بغى يجي في هذا النهار لولدك فقط. يعني علاقتها هي به انقطعت، ما بقاتش عندها علاقه به، ولكن طلبت منه قالت له بغيتي تجي تحضر اسبوع ديال ولدك مرحبا بك، ما غاديش نحرمك. هزاتو شكبتو ما جاش، ضروري الاسم الاب ديالو، ضروري الاسم الاب ديالو، ضروري غينزل بالاسم الاب ديالو، لان الاب ديالو ماشي ضروري. حنا ما نحرموش، حنا ما بغيناش نحرموا الاب، حنا الولد حنا ما غاديش نحرموه من الاب ديالو. في اي وقت بغاه، بغى يشوفو، قلناها يعني في الاعلام، قلنا في اي حاجه، لا بغى يجي يشوفو ولدو مرحبا به في اي وقت. ما جاش ما صافي، كيبقى الراي ديالو هذاك صافي. لا ما كاينش طلاق، مازال ما كاينش طلاق، حنا كننتظروا لانه وعد الجمهور انه غيطلقها ما يخليهاش، يعني حنا كننتظروا انه ينفذ هذا الوعد اليوم قبل غدا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.